يا صباح الخير، يومكم مليان بالسعادة والتفاؤل وراحة البال. يا رب جميعا تكونوا بخير. انتوا عارفين زمان كان اول ما الشتاء يهل علينا كده والجو يبرد والدنيا تمطر، كنت بحس كده ان امهاتنا زي ما تكون بتتحدى الشتاء، ايه ده هو انت جيت بقى وهتخلينا ننام تحت البطاطين وكده؟ لا مفيش الكلام ده. فتقوم ايه بقى تجري على المطبخ وتعمل اكبر واحلى حلة محشي. تقولوا لي بقى المحشي ده جه امتى واتعمل امتى واستوى امتى؟ انا لغاية دلوقتي مش عارفة، بس كل اللي اعرفه واللي انا فاكراه ان واحنا راجعين من المدرسه كده كنا بنشم ريحته من على اول الشارع، وانا بقى من وقتها بعتبر ان المحشي هو الراعي الرسمي للشتاء. فعلشان كده انا متاكده ان كلنا بنعرف نعمل المحشي من اول ما بنسلقه ونقطعه وكمان بنحشيه وبنسويه، مفيش حد فينا ما بيعرفش يعمل المحشي. ممكن نكون بنختلف في التركات، في الاضافات، في التسويه بتاعته. في ناس بتحب التسويه بتاعته تكون قليله شويه، في ناس بتحبه مستوي اكتر، في ناس بتحبه مظبوط كده ومفلفل. فهو ده بس اللي بنختلف فيه، لكن كمحشي لا كلنا بنعرف نعمل محشي. فتعالوا النهارده نعمل مع بعض المحشي بطريقتي، وانتوا كمان يا ريت تكتبولي في التعليقات ايه التريكات اللي انتوا بتعملوها في المحشي علشان كلنا نستفيد من بعض. يلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. في حله على نار متوسطه وحطيت فيها شويه زيت حلوين كده، لان معروف ان المحشي بيحب الزيت علشان يطلع مفلفل، تاني حاجه علشان يدي لمعه حلوه. وحطيت معلقتين من السمنه البلدي وست بصلات متقطعين لقطع صغيره. ممكن تستخدمي الكبه بس بلاش تفرمي البصل، يعني تعمليها على التقطيع. وبعد لما البصل يدبل شويه بس بلاش ياخد لون، حطيت معلقه كبيره من الثوم المفروم الناعم. في ناس ما بتحبش الثوم في المحشي بس انا بصراحه ما بستغناش عنه ابدا، يعني بيفرق معايا جدا. وحطيت كمان قطع من الفلفل الاخضر الحار علشان يكون المحشي زي ما بيقولوا كده حرش وطعمه حلو. وهقلبهم مع بعض شويه، وبعدين حطيت 3 معالق كبار من صلصه الطماطم، ممكن تستغني عنها ما فيش مشكله. وبعد ما قلبت الصلصه مع البصل والثوم شويه هحط معلقتين من هريسه الفلفل الاحمر الحلو، انا عملتها معاكم قبل كده، ومعلقتين من هريسه الفلفل الاحمر الحار. لو تلاحظوا مع كل الاضافات دي والتقليب لسه البصل محتفظ بلونه، وهي دي اهم حاجه ان البصل ما ياخدش لون علشان ما يغيرش طعم الخلطه. وبعدين هنزل بعصير الطماطم، انا استخدمت من كيلو ونص يعني الاتنين الا ربع كده من الطماطم، وضربتهم في الخلاط مع شويه صغيرين كده من البنجر. انا ما بستغناش عن البنجر ابدا في اي صلصه حمراء، محشي، مكرونه، وساعات بحطه في العصير، لان زي ما انتم شايفين ده غير انه مفيد لكن بيدي لون حلو جدا للصلصه. وحطيت معلقه كبيره ممسوحه من السكر علشان تظبط حموضه الطماطم، الملح حسب الرغبه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، نص معلقه صغيره من السبع بهارات. اما التوابل اللي انا كنت بوريها لكم في الكيس دي فدي توابل محشي انا بجيبها من عند العطار، بتفرق جدا جدا معايا في طعم وريحه المحشي. لو عايزه تشتري التوابل دي اكياس جاهزه مفيش مشكله، كنور برضو حلو جدا. وهنا خلطه المحشي بعد ما اتسبكت ونشفت جدا زي ما انتم شايفين كده. انا بحب في المرحله دي ارجع احط فيها توابل تاني علشان برضو بتفرق جدا في طعم وريحه المحشي. حطيت نفس التوابل، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه كبيره من توابل المحشي، نص معلقه صغيره من السبع بهارات، برضه هحط تاني وده اختياري معلقه كبيره ممسوحه من الثوم المفروم الناعم. الحكايه دي برضه بحب اعملها في المحشي بعد ما بيخلص خالص، بحب احط له بصلايه كده تكون حجمها كبير مفرومه ناعم جدا، بحب احطها نيه كده في الاخر علشان برضه بتدي طعم حلو. وبعدين هحط بقى الخضار الحلو بتاعنا ده، وطبعا الكميه زي ما بقول لكم حسب الرغبه، لان في ناس ما بتحبش الخضار كتير في المحشي، في ناس بتحب وسط. انا كمان حطيت قطعه صغيره من الفلفل الاخضر الحار وكان فص حبهين كده ورق لورا، وهقلبهم بقى مع بعض كويس علشان اخلطهم على الرز. انا عملت تسبيكه المحشي كتير شويه لان انا كنت هعمل مع الكرنب ورق عنب، بس انا ما صورتوش لاني عملته معاكم قبل كده في فيديو الممبار، فما حبيتش اطول عليكم الفيديو. وطبعا الرز لازم يكون مغسول ومتصفي كويس جدا من الميه، وهحطه بقى في طبق وهنزل عليه بالتسبيكه شويه بشويه كده لغايه لما يديني اللون اللي انا عايزاه. بس هو في المحاشي عموما يعني ان كل ما تكتري التسبيكه كل ما المحشي بيطلع طعمه احلى. والحله بقى اللي هرص فيها المحشي بحب احط في القاع بتاعها العيدان اللي انا بطلعها من الكرنب وانا بقطع الورق، وكمان العيدان اللي انا بطلعها من الخضار ما برمهاش، بغسلها كويس جدا وبعدين بصفيها وبفرشها كده في قاع الحله. انا بحب احط العيدان بتاعه الكرنب في قاع الحله علشان اضمن جدا ان المحشي مش هيلزق ابدا. اما بقى العيدان بتاعه الخضار فانا بحب احطها علشان بتدي طعم حلو جدا. نيجي بقى لكميه الرز جوه ورقه الكرنب، فدي اكيد كتير مننا بنختلف فيها. في اللي بيحب صابع المحشي يكون مقلبص كده ومالي مركزه، وفي اللي بيحب صابع المحشي يكون صغير جدا، وفي اللي بيحب وسط. انا من الناس اللي بتحب صابع المحشي يكون وسط. وطبعا طريقه لفك للمحشي فهتكون حسب ما انت متعوده او حسب ما انت بترتاحي. في ناس بتحب تلفه كده على طبق، في ناس بتحب تلفه على ايديها.
اما انا فمن الناس اللي بحب الف المحشي كده على ايدي، بحس ان انا بتحكم فيه اكتر. بمسك الورق كده بين ايديا وبضيف الرز وببدا الف وانا بشد الورق كويس، يعني زي ما بنقول كده ما تبقاش مهويه، لان ده اللي بيساعد اكتر ان صابع المحشي ما يفكش معاكي وقت التسويه. اهم حاجه كمان واحنا بنلف المحشي يكون صابع المحشي نضيف من بره، ما يكونش عليه رز. ويا ريت كمان واحنا بنرص المحشي في الحله ما يكونش فيه رز كده طالع على الوش. ومحشي الكرنب لما بنرصه في الحله ما نضغطش عليه قوي ونلزق صوابع الكرنب جنب بعضها، لازم نسيب فراغات بسيطه علشان الشوربه تدخل من الفراغات دي وتاخد تسويه واحده. وانا علشان كنت هقلب حله المحشي دي بعد التسويه فبرصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، برص صوابع المحشي بالطول كده لجوه مش بالعرض. لكن لو انا مش هقلب حله المحشي فبرصها عادي بالعرض، وساعات بعمل صف بالعرض وصف بالطول علشان كده برضو بتاكد ان هي بتستوي بشكل كويس. المحشي بقى وهو في المرحله دي ممكن يقعد معاكي لغايه يومين في التلاجة بدون تسويه، وبيكون على فكره حلو جدا. المهم بس تطلعيه من التلاجة قبل التسويه بساعتين. اما بقى محشي الكرنب وهو ملفوف كده فما انصحكيش ابدا انك تحطيه في الفريزر، لان الرز بيتكسر وما بيبقاش حلو ابدا. لكن من الاحسن انك تخزني الورق لوحده بعد ما تسلقيه وتقطعيه. وخلطه المحشي كمان اللي هي التسبيكه، يعني تقدري بعد ما تحضريها تسيبيها تبرد خالص وبعدين تعبيها في اكياس وتحطيها في الفريزر، بتقعد معاكي برده وقت حلو. وحاجه مهمه كمان وانتوا بترصوا المحشي، يا ريت بلاش تملوا الحل على الاخر، يعني تخلوا مساحه كده للشوربه ان هي تغلي، وكمان لان الرز لسه هيستوي فبياخد مساحه فبلاش تملوا الحل على الاخر. ولما نيجي بقى نضيف المرقه على المحشي، طبعا المرقه لازم تكون سخنه، ويا ريت لو نضيفها بالتدريج كده مع تحريك الحله علشان نوزع المرقه كويس وتدخل بين الطبقات، لانك لو ما حركتيش الحله بالشكل ده فالشوربه مش هتتوزع كويس فبالتالي المحشي مش هيستوي كويس. ومن الاحسن ان احنا لما نيجي نضيف المرقه بلاش نغطي المحشي كله بالمرقه، يعني لازم نسيب الصف الاول كده باين، لان بطبيعه الحال الشوربه دي لما بتيجي تغلي بتوصل للطبقه الاولى من المحشي زي ما انتم شايفين كده فبيستوي بشكل كويس. لكن لو زودتي المرقه عن كده فممكن المحشي يطلع معجن معاكي. ولو عندك بقى التقاله بتاعه المحشي فهتحطيها على الوش، لو ما عندكيش فهتعملي زي كده وتحطي اي طبق، المهم يعني يكون مغطي المحشي وكمان يكون بيتحمل الحراره علشان ما يتكسرش، هو ده اللي بيساعد ان الورق ما يفكش معاكي زي ما انت شايفه كده. هنسيب بقى المحشي في البدايه كده يستوي على نار عاليه لغايه لما يشرب المرقه بتاعته كلها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هشيل الطبق اللي على الوش. والتركايه بقى المهمه بتاعت امهاتنا زمان اللي بتنقل المحشي ده في حته تانيه خالص، ان احنا نضيف قطعه كده من السمنه البلدي على وش المحشي، بس ده طبعا بعد ما يشرب المرقه بتاعته. وبعدين هنهدي بقى النار خالص لغايه لما يكمل التسويه بتاعته. بس في بقى خطوه مهمه جدا في محشي الكرنب يمكن عن باقي المحاشي كلها، ان هو بيحتاج متابعه في وقت التسويه، يعني انت اول ما تهدي عليه خالص هتسيبيه لمده مثلا 20 او 25 دقيقه على النار هاديه، وبعدين هتبداي تختبري التسويه بتاعته، لو محتاج فهتبداي تزوديه شويه شوربه صغيرين بشويه صغيرين كده توزعيهم على وش المحشي، وهترجعي تغطي عليه تاني لمده 10 دقائق وترجعي تتابعيه تاني وهكذا. وعلى فكره تكنيك التسويه ده مع محشي الكرنب بيطلعه بجد ولا غلطه، علشان كده من البدايه قلت لكم بلاش نزود الشوربه، لان هو مع متابعه متاح ليك ان انت تزودي شويه صغيرين بشويه صغيرين فبيطلع معاكي في الاخر مفلفل وحلو. لكن لو زودتي الشوربه من البدايه وطلع معاكي معجن فمش هتقدري ان انت تلحقي الموقف. وبس كده وخلصنا حله المحشي بتاعتنا بطريقه بسيطه وسهله، ما فيهوش افتكاسات كتير، توابل بسيطه. المحشي ما بيحبش التوابل الكتير ولا الاختراعات الكتيره اللي بقينا بنسمعها، لان احنا كده بنكون نقلنا المحشي لحته تانية خالص غير اللي احنا متعودين عليها من صغرنا. والمحشي اصلا من الوصفات اللي احنا ما نقدرش ولا نتسجر اصلا ان احنا نلعب فيها، لان المحاشي عموما كل ما بتكون بسيطه كل ما بتطلع بجد ولا احلى. انا كنت مخزنه ورق الكرنب في الفريزر، على فكره بيطلع حلو جدا. كمان علشان تنجزي وقت ومجهود لما تكوني عايزه تعملي محشي، مش لازم يعني كل مره نعمله من الالف للياء ونسلق ونقطع والكلام ده، بسطيه على نفسك واعمليه بقى طول الشتاء كده علشان تدفي بيتك. والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ويلا نتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد، اسيبكم في امان الله وحفظه. بس ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.